أنا اسمي ألفت أشرف زكريا، بشتغل ممرضة، وكنت الممرضة المقيمة مع المستشار الله يرحمه سالم الألفي جوز الدكتورة شهيرة علام. الحقيقة أنا عشت مع الناس دي 3 سنين، ما شفتش منهم غير كل خير، وكانوا بيعاملوني كأني واحدة منهم بالظبط. بس أنا خضتهم لما سمعت كلام جوزي، بس هو اللي غصب عليا، قال لي لازم تصوري الدكتورة شهيرة وتسجلي لها صوتها عشان يلعبوا فيه بعد كده ويركبوا الكلام على بعض ويخلوها ست مش كويسة. كل ده ليه؟ عشان يخلوها تبيع مدرستها. أنا اسمي حسين أحمد المنشاوي، بشتغل فراش في المدرسة اللي بيملكها الأستاذ شادي أبو مالك. هو لما عرف إن مراتي شغالة ممرضة في بيت الدكتورة شهيرة إداني 50,000 وطلب مني أخلي مراتي تسجلها وتصورها وهي في البيت، وعشان هو مديون مبلغ كبير لشركة المقاولات بتاعت الباشمهندس طارق نصار، جاب ناس تسرق تليفونه وخد كل الصور والفيديوهات اللي عليه عشان يركب مكالمة بينه وبين الدكتورة شهيرة ويساوم الاتنين. حلوة ملعوبة. أنا اسمي عبد الله بكر، بشتغل مونتير، وأنا اللي عملت المكالمة ديت، وجبت حد قال لي صوت الدكتورة شهيرة والباشمهندس طارق، ولما الاتنين رفضوا المساومة كلفني أستاذ شادي إني هكر البروفايل بتاع مدام دانيا اللي هي مرات الباشمهندس طارق وأرفع الفيديو عليه علشان الناس تصدق. الحقيني يا بنات، ده ناقص إن يقولوا إن أبوك ما يعرفهاش من أساسه. خلاص بقى يا ماما كده كويس. لا مش كويس الا ما تتلغي القضايا اللي ابوكي دبسني فيها. هو مش قالك بيتها غرامه هتدفع؟ ادي احنا هنشوف ومستنيه يقولي امتى وفين وازاي. لما جوز بنتك يحب يعمل فيديو ساذج زي ده خليه يستنصح شويه، يعني ما يروحش يجيب نفس الممرضه اياها وجوزها ويعمل فيديو فين؟ في مكتب ابويا. عموما بكره المباحث هتساله وتستجوبه وتستجوبهم هما كمان وهيعرفوا الحقيقه ويروح في 60 داهيه ان شاء الله. يا حبيبتي والله انا اتفاجئت بالفيديو دلوقتي، لا ما كنتش شفته قبل كده. ما اعرفش انه اتصور في المكتب عند باباكي، ولا اعرف ان شريف هو اللي وراه. انت ما تعرفيش حاجه يا ماما عن شريف خالص، ويا ترى برضو ما تعرفيش انه بعت لي راجل كده بفيلم جديد نوفي اسمه انا ابوكي الحقيقي يا جميله. هو ايه ابوكي ده؟ قابلتيه فين الراجل ده؟ قال لك ايه بالظبط؟ على اخر الزمن شريف عايز يطلعني مش بنت سالم الالفي. قال لي يا مدام شغاله ايه؟ وسالنا على حضرتك، متجوزين من امتى؟ وعندكم ولاد ولا لا؟ وانت قلت له ايه؟ قلت له انت مالك؟ ولا امشي من هنا، وجيت تاني انا اكسر رجلك. ما خدتش بطاقته ليه وبلغت عنه؟ باشا انا ما اعرفش مين ده وايه حكايته. عيد شوف شغلك وتفتح عينيك، لا تروح لهنا ولا هنا. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.